كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة، وما تاكلوش برشا لحم، ما تاكلوش برشا مشوي، راهو مضر بالحق، مضر بالضر، وينجم يضر بالصحة نتاعنا. وفي فقرة على قد الجيب بطبيعة نتلهاو ديما بجمال نساء المزيانات اللي قاعدين يتفرجوا فينا، والفانس خاصة نساء والبنات اللي يحبوا فقرة على قد الجيب مع أخصائية التجميل إيمان السحباني. عيدك مبروك كل عام وانت حي بألف خير. ديما وإن شاء الله عليكم مبروك الناس الكل. تو نورمالمون احنا جماعه ذبحوا وكملوا، احنا في طريق حصل الفطور وسطه مشويه ومشوه. شنو طيبوا من نهار العيد؟ نعملوا سطه مشويه ونعملوا مشوه الحقيقه. هكا ما طيبوش معنا حاجه طيبوا من بعد امي تعمل مرقه اي حاجه كل شيء، دونك اما الحاجه الباز انا شويه مشوي شويه سطه مشوي. قلية معني قلية ولا مشوي؟ قلية مشوي بشوي مشوي مشوي فوالا دونك جميع نتاع مشوي فوالا ديريكت اي شوية شوية ما ناكلوش برشا فهمت باهي. إيمان دونك اليوم باش نحكيو على كيفاش نجمو نهتمو بالطبيعة بجمالنا وبشعرنا وبدلنا خاصة معناها توا كما تعرف الصيف وكل شيء وقت مثل الحمام خاصة باهي. نحكيو اليوم على الحمام دونك العنوان الخاص اليوم للروبريك نتاعنا هو العناية قبل الحمام وبعد الحمام. أنا اليوم اقترحت عليك الموضوع وأنت قلت ليش قولك إيمان نعملوا قبل الحمام وبعد الحمام. احنا نقولوا حمام كل شوية يمشيوا الحمام بالرسمي، خاطر احنا شعب تونسي بصراحة تتوقع منه كل شيء، في تمرك السخانة يمشي الحمام عادي، وفما اللي يمشي في الدوش نورمال، وكما نقولوا فما البحر زادة هذه حاجة مهمة، فما زادة البحر. دونك احنا كما قلت انت اعطيتني بروبوزيسيون اني باش نحكي قبل الحمام وبيان الدوش وبيان البحر. لا البحر باش نخليو على البحر باش نستعملوا له الروتين نتاعو اللي بعد كسوا البحر ولا الدوش باش نعطيو ديزاستيوس من بعد. قبل قبل باش نسالك هنا ايمان قبل الحمام دونك اليوم برشا يعملوا حمام زيتي، دونك فما شكون يخلطوا برشا نوع نتاع زيوت، فما شكون يرقد بالحمام الزيتي هذاك يعمل معناه حمام زيتي ويقول لك يرقد به من غدوه الصباح يدوش من غدوه، فما شكون يخليه ساعتين معناه هنا هيت. نحكيو شويه على الحمام الزيتي معناه قداش توقيت يعني بالضبط انواع الزيوت، نوع واحد ولا برشا انواع؟ اي احنا نبداو بالشعر. الشعر تنجم تعمل خلطه نتاع زيوت موجوده تلقاها باختو، معناها لي زاستيوس هذوما تلقاهم على الانترنت ولا كل حد يقول الاخر اوكي. مش خايب انه تستعمل اكثر من زيت اكثر من نوع. اهم الزيوت اللي هي زيت الكليل معروفة على الاخر، زيت الثوم، ثوم ذكر على فكرة تنجم تعملوا في الدار، اللي هو تشري ثوم ذكر، ثوم ذكر يقول لك كيفاش نعرف كيفاش نعرف؟ ثوم الاخر العادي عندك هو اللبان ذكر تو عرفتهم انا السيزون فات واللبان ذكر اللبان سهلة سهلة. الثوم ذكر هو يعني كي تجي تخمم باللوجيك تلقى الكعبة العادية فيها فصوص، دونك قاعدة تولد جايبة أكثر من فص عرفت؟ هذيك أنثى هذيك أي بوم والله خبيرة في الثوم طلعت هذيك الثوم نورمال. الثوم ذكر هو اللي يبدا كيما البصلة، صغرونه شوية أما كيما البصلة راس واحد راس واحد راس واحد ثم واحدة ثم واحدة أما كبيرة مش صغيرة سهلة أما تظهر كي البصل البصل الأبيض هو شوية يظهر فهمت؟ دونك تقصطوا شوية تحطوا فيه شوية زيت زيتونة يبدا مسخنته ديجا بالمسبق وتحطوا شوية زيت الزيتونه خاطر مفيد برشا زيت الزيتونه فيه الفيتامين او دونك تحطوا شويه في الزيت وتخليه 24 ساعه جمعه كيما تحب انت والاستعمالات نتاعك. نجم تحط عليه كليل كيما عملنا مع الثوم نعملوا مع الكليل، معناها في فك الزيت هذاك مسخن شويه زيت الزيتونه نحطوا عليه رند ثوم شنو قلنا احنا كليل الحبه السوداء اللي هو سينوش كيما قلنا القرنفل زاد ايمن يحكيوا عليه توا القرنفل فما رند كيف هذوما الكل تنجم تحطوهم في زيت سخون نتاع زيت زيتونه تخليوهم بيريود يعني كسوا 24 اور كانت مزروبه تنجم تستعمل تقعد جمعه كامله باش يسيب المنافع تغليهم شويه ولا لا؟ يعني قلت لك الزيت ديجا سخنته كون سخنته وترميهم هما ما تخليهمش يغليوا برشا يبدا الزيت سخون شويه فهمت؟ بعد تحطهم وتسكر عليهم خليهم كما قلت لك كان عبد مزروب يعمل في بعض 24 ساعه سينو تنجم تخليهم جمعه وتقعد كل شويه كل بيريود قبل ما تدوش تعمل باند ويل في شعرك. على فكره انت قلت لي نعملوا يبيتوا به وبيان سوايع ولا اللي هو ننصح الحاجه المهمه انه تعمل باندويل شعرك نظيف اي واللي هي معلومه هذه معلومه ما فهميش نعمل على شعري سي مسخ قلت يا هاو قبل مش نعمل شويه زيت انا قبل كنت نعمل حمام زيت كيفاش نغسل شعري وحده
كل شيء على قليله طاليه طاليه وحايده وكل شيء، ونعمل البانديول نتاعي نتاع سواعتين قبل ما ندوش، بعد ندخل ندوش فرد مره، فهمت؟ دونك هذيك هذايا الاستوس الصحيحه لاستعمال الحمام الزيتي. وقتها لي بوغ يبداو محلولين، ندخل لهم الزيت ويبدا نظيف، خاطر اذا كان شعر مسخ فيه نسبه دهون كبيره مسكرت لنا المسامير، مسكرت لنا على جلد الراس جمله، فهمت؟ دونك الزيت ما يعطيش مفعول. الحاجه الثانيه تنجم تعمل ماسك لوجهك اللي هو قماش قبل الحمام قبل الدوش. القماش اهم قماش نجم ننصح به هو القهوه. ما يقلقش مثل القماج مع كي تمشي الحمام مثل الغسيل ولا حاجه. نقول لك انا توا نحكي على دوش في الدار مثلا. باهي تخي بيان. فهمت؟ علاش الحمام لازم تعمل قماج خفيف، اما ما تمشيش تقعدش في بيت سخون برشا. داكور. خاطر وجهك يبدا سونسيبل ديجا. فوالا. دونك القماج اهم قماج نحكي عليه تويكا اللي هو القهوه. هي تساهم في تفتيح شويه مناطق داكنة. وعسل. نجم تستعمل تستغنى على عسل، العباد ما عندهاش عسل تنجم تحط شويه زيت زيتونه وبيان شويه زيت لوز الحلو. دونك هذوما القماش هذا باهي برشا. علاش؟ خاطر القهوه رطبه ماهيش خشينه برشا باش تجرح لنا الجلده نتاعنا، فهمت؟ دونك هذا من اهم لي قماش. سينو تستعمل كما قلت انا قبل الحلبه مرحيه والعسل والقارص، هذوما الثلاثه كي تحطهم على وجهك من بعد كي تعمل مغموس وكي تختار كي تعمل عمليه التقشير نتاع الوجه كي تعمل ماسك القماش هذا تبل يدك شويه ماء بعد اربع دراج، بعدين تبدا تعمل هكا مهما دوسمون دوسمون ما نشبوش الوجه ما ندفكوش خاطر انت داخله على بيت سخون. ولا صحيح. دونك تزيد تهلك البشره نتاعك. حاجه خفيفه. علاش قلت على القماج تاع القهوه؟ خاطر اخف قماج نجم ننصح به، فهمت؟ هوني في الصيف ايمان كما تعرف الشمس قويه وكل شيء، وخاصه احنا اليوم البنات نستعملوا برشا لي ماسك راهو هنا واضحين معناها سيرتو في الصيف مثل اللي يبداو يقراوا ويبداو صليعه وكل القارس دونك مش منصح به في الصيف ولا عادي نجم تعمله في الليل تخرج به غدوه، وزاد كي تعمل ماسك قداش يلزمك ما تقعدش تمشي للبحر، خاطر هذوما معلومات زاد مهمين مهمين على الاخر. نقول لك عليهم احسن حاجه كي فكرتني. لي ماسك ولا لي قماش اللي فيهم القارس بريفيرونس بيان سور في الليل، فمش كلام حتى انا ننصح ديما في الليل. القماش اللي تعمله في النهار حاجات ناتشورال يبداو ما فيهمش اضرار كما ياغورت كما نشاب بودر حليب عسل، فهمت؟ هذوما تنجم تستعملهم في النهار وتشالن. اما توسكي فيه زيت توسكي فيه قارص نستعمله في الليل. في الليل فهمت؟ وقتاش يلزمني نمشي للبحر مثال؟ انا عملت قماش في الليل. لا لا انا نقول لك ننصح العباد اللي تمشي للبحر بريفيرونس ما تعملش قماش. وقتاش تعمل قماش؟ تعرف وقتاش تعمل قماش؟ بعد ما تمشي تروح من البحر ما نقول مش النهار الاول. كيما نقولوا عندك 3 جوغ عملت بحر وارتحت نهير. لكن هاي اللي ارتحت فيها هذيك تعمل قماش خفيف باش تنحيك الجلده الميته نتاع الشمس. اما انت خاطر فما عباد مش كل يوم يمشي البحر ومش كل جمعه. أي. تعرف روحها مثلا بعد 3 ايام اخرى مش تمشي للبحر ولا جمعه اخرى. دونك تنجم تعمل قماش وتعمل ماسك معناها ادغاتونت لي ماسك والا دي ماسك نتاع تقشير ولا ماسك نتاع انها تذوي وجهها. دونك تستعملهم بعد البحر خاطر بعد البحر نهار نهارين خاطر البشره تبدا مازال تعبه. دونك سينو كان كيفاش نتعامل مع البرونزاج؟ ساعات ناخذ برونزاج قوي في البحر هكايا ونروح ويبدا وجهك يحرق هكايا. صحيح. ماذا بيك هوني معناها كريم تخطونت ولا عادي تنجم فما شكون يعمل يقول لك مثلا ماسك نبرد به شويه كي الحمورين نتاع وجهي يسخنوا ساعات تضرب برونزاج قوي شويه. فهمتك. هذايا تو باش نحكيو عليها العنايه اللي بعد كسوا الدوش وبيان بعد البحر. دونك العنايه الاساسيه اللي هي بعد كل دوش وبيان بحر بازتي بعد البحر باش تعمل دوش خفيف. يعني باش نحكيو تو بعد الدوش. دونك باش نحكيو على لي ماسك اللي بعد الدوش اللي هي مهمه جدا اللي هي مجعوله للترطيب. علاش؟ خاطر احنا كنا في حاجه سخونه على الاخر فمع بيت الدوش كان بالسخون. انا ما ننصحش بما سخون برشا. اول حاجه هو يضر البشره شويه تولي شيحه اكثر، وثاني حاجه هو فيه منفعه صغيره واحده اللي هو يحننا المسامات. المسامات باش ندخلوا الحاجات المنفعه لوجوهك سواء كريم دغاتون او بيان لي ماسك ناتورال، فهمت؟ هذه الحاجه الباهيه شويه في الماسك سينو اونيفيت نعملوهم ملل شويه على بارد. باهي وين وصلنا؟ دونك على العنايه اللي بعد قلت لك اهم حاجه هي الترطيب. الترطيب بعد الدوش وبيان بعد البحر او احنا بعد البحر باز باش نعمل دوش. دونك الترطيب بعد الدوش الترطيب الاماكن الكل من ا جوسكا زيت من الوجه. على فكره مش الشعر زاده، الشعر نعملوا له سيغوم هذاك باش يبدا سوبل شويه من مش الشعر الوجه كريم دغاتون الوجه
كريم غاتون باش ناجلوه شويه بعد لي ماسك. الماسك باش نعملوا مثلا، انت تحب تكبس وجهك ولا تحب الزاويه؟ تحب الزاويه مثلا نستعملوا ياغورت ناتوريل مع طرف شاي نحطوا على وجهك. فما زاد الماسك الشهير نتاع الروس ديما نحكي عليه، ميروس. ميروس تستعملوا فشفاشه بعد الدوش، وبيان باش نفسر لهم خاطر برشا عباد نجم ما تفرجش في الحلقه اللي فاتت، دونك ننصحهم بالحلقه هذيا. بالروز نشلوه بالقدام، ما نخليوش فيه الحاجات البيضة اللي فيه موجوده، شلوا مرتين كي، ومن بعد تحطوا فيه كاس ماء معدني، خليه 24 ساعة يبيض شوية. إذا كي سايب الملف مش تغليه معناها يمينة، تنقيع. تنقيع هذه تنقيع تستعملوا فشفاشة كيما تونيك، كيما 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 الماء الاو تيرمال الموجود في الفارماسي، انا نجم نستعملوه في الدار. فهمت؟ خبير. نجم تستعملوا من بعد كما نقوع هذاك، تستعملوا كما نقولوا في الميكسور ترحيه بالكدا، ومن بعد تطيبوا شويه على نار هادي، تزيدوا شويه ماء، شويه لا مش ماء، شويه نشا، وتزيد عليه شويه زيت اللوز حلو وبيان صبار والعسل، نجم تزيد هذوما وتولي يولي ماسك نتاع ايدغاتاسيون نتاع انه فرد وقت يفتح ويرتب الوجه ويرتب البشره. دونك كيما قلت لك سينو البدن نخدموا البدن الكل لازموا ترتيب، ما فماش كلام. كريم ايدغاتون تنعديوها على الوجه الكل، فما دي كريم سبيسيالمون لليدين وفما للساقين، يا ما عندكش نجم تستعمل. فما عاملين احنا عندنا دي ماركت توينسه عاملين معناها كلافخ مش افخ، هي تبدا اسوامها في المتناول، يعملوا حكه كبيره كريم ايدغاتون تستعملها للبدن الكل، الوجه يدين ساقين. دونك لازم، علاش؟ على فكره سميه المناطق الحساسه سواء معناها تحت البط والا الكوع والا المناطق الحساسه هذوما، علاش برشا عباد تغمق لهم؟ خاطر ناقصه ترتيب، خاطر تعرق وتقعد غاديكا، الترتيب اللي فيها مش كافي باش يخليها معناها سوبل كوا، خاطر لي كولور هذوك يظهروا من بعد بالعرق، يقعد غاديكا من غير نظافه ومن غير انك تحط كريم مرطب يزيد الطين بلا. فهمت؟ داكوغ. دونك احنا قلنا لي كريم ايدغاتونت، نعطينا لي ماسك كل شيء، مرطب الشفاه نجمو نعملوه في الشفايف وكل شيء، نعطيكم ماسك الشفايف اللي هما القرفه والعسل. اي باش نخدموا به القرفه والعسل، نحركهم بالكدا ونحطوهم في فمنا، بعد نعملوه دوماج معناها تحرك العسل وقرفه بودر، قرفه ترحية. داكوغ. عسل وتحطها على شفايفك، وبعدين ترتيب ولا تعمل به مقشر ومنها مقشر ومرطب، خاطر العسل فيه يعني هو يرطب بطبيعته، والقرفه تعطينا هكا كلاو تحسوا في نتاع فيلر هكا. ودعنا طبيعه التجميل، واهلا وسهلا بالقرفه والعسل اللي ترتب مش تنفخ. ردوا بالكم. شكرا لك امون، نحب نشكر سنتر مرفي بايمان الصحباني في العمران الاعلى على المكياج وعلى الشعر طيله سيزون كامله وسيزون حتى عام ناول. نخليك كلمه الختام تحب؟ اكيد اكيد احنا توا في العيد، واكيد انا متواجده في دارنا توا خاطر مسجلين الحلقه، نحب نقدم تحيه كبيره لعائلتي الكل. شتغل الدوره ولا لا؟ الحق لا، قوم مخد وقام ذبحوا يا تاتا. ركز معي. لا لا شنو تاتا شو اسمها؟ منجية. تاتا منجية ايمان تخليها تغسل دوار، انت نروح باش تتفرج عليه نهار الاحد. يدلوا فيا. دافي. لا 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 ديري حد شيء باش نعرسوا لك بيان انت شنيا هكاك. احنا لازم اول سؤال العروس كي يجي تغسل ولا ما تغسلش؟ ما على باليش. اي ما كمل عاد تقدم تحيه لعائلتي الكل من الكبير للصغير، عائله السحبيني بصفه عامه. دونك نقدم لهم تحيه كبيره، خويا خواتي البنات، خويا خاطر فرد كعبه ايمن حب نقول له بوسه كبيره، بابا وامي اكيد، وصغار خواتي الكل نقدم لكم تحيه، الناس الكل والعباد اللي تعرفني وعائله صحباني الكل وليد بنزرت الكل معتمدين تجنيد بالاخص. هكا باش تمشي جمهوريه تونس الكل باش تقدم من بنزرت بن قرداني متقدم في التحيه الحلقه وفات. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج نهارك زين، مرحبا.